مع الشيخ فتحي صافي. الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم. رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مادة 54 صلاة؟ 55؟ نعم. من زالت بكارتها بعارض، يعني بحادثة. سمعت من شيخنا إنه مرة في بنت دكتور عم يسأل عملية فسقبل غشاء البكار بالخطأ، فقالت له أمها أعطيني ورقة من إيدك لأنه بكرة بدي زوجها. ما كان مثل هلا طالع انه بيلزقوا لها غشاء بكاره هلا ما تدخل. هلا صايت الناس سعدين بيحطوا لها غشاء بكاره، مسكين الزوج بيتزوج بشوفها بنت. بالاول ما كان فيه. فقالت له اعطيني ورقه من ايدك، قال لها ما بثبت لحالي باني ايش انا سقطت غشاء البكاره. هذا خطا، ما 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 بثبته لحالي. كان في عندنا شاب بالحي يسوق الميتور طاير، كان يدور مسكينة في بنت إلى صف أول ابتدائي ماشي طالعين من المدارس وهو طاير بالميتور، ويروح يفوت بين رجليه بالدولاب الميتور فسقط غشاء البكارة. رحت لعندهم أنا، أخذت منهم مصاري هذول أصحابي الميتور، رحت لعندهم فافتكروا الناس إني جاي بالصلح، يعني جاي أفرض عليهم الصلح. ما بيحبنا نفرض صلح على حدا. قالوا يا عمو بدكم تشتكوا اشتكوا، بدكم صالحوا صالحوا، بس أبوه متعيش على عرضاي مثل الطيور، عايش كل يوم بيومه، يعني بده يطعمي اهل بيته لما يعالج بنته. قالوا جايب لك مصاري لانه لازم يعالجوها، بس انت حر، ما بدك تسقط حقك لا تسقط حقك، ما حدا بيجبرك. فهي نعم مسكينه يعني راحت غشاء البكاره تبعها. احيانا بنت بتنط عن الدرج بيتمزق غشاء البكاره. فلذلك اللي سقط بها الاحوال هي الساعه بكر حقيقه هنا. اذا جبنا حكما فبس لأنه سقط غشاء البكارة فهي بكر حقيقة كمن فرق بينها وبين زوجها بعنة. العنين لا يستطيع أن يصل إلى النساء عجزا، معه آلة بس مشغلة والزواج. قالوا له شو قصة؟ قالوا عم يكتبولي في سحر، بس أما يعني عم نشتغل فيه إن شاء الله رح نفك السحر. في كثير ناس اللي بيتصلوا فيني شيخ والله كذا، نعم حواليك شيء شيخ، حواليك شيء حجاب، حواليك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهدول بالنسبة لهم زوجة عنين. قلنا لكم قبل المرة إنه القاضي بمهله سنة، لعله بقلبها السنة تعالج أخذ أدوية، لعله فصل الربيع مثلا لما الأزهار تتفتح الأزهار والزازة العصافير إنه هو كمان يزهر يعني تظبط أموره. ما زبط سنة كاملة حبسته. وانت المرأة القاضي بمهل السنة بعد ما ترفع أمرها للقاضي، إن شاء الله تم عن زوجها 10 سنين ساكتة، بس ترفع أمرها للقاضي القاضي بمهل السنة. تلأسر لي 10 سنين ما لنا علاقة. فالعنين هنا مرة زوجت طالب ما يسمع لي الدرس لأنه الطالب اللي كان عندي أجنبي، فزوجناه طلبنا له بنت من رجل من جماعة الدعوة والتبليغ. قلنا له اي نعم الشاب اللي يعني شيخ انا بدي اتزوج، ما عاد احسن دعوة لزواج، ما معي مصاري ما معي شيء. رحت سالت الاختيار هذا، قلنا له حجي الله يكرمك انت عندك بنات بالزوج ولا الشاب ما معه مصاري؟ قال يجي يشوف البنت والبنت تشوفه، اذا عجبوا بعضكم زوجته. شافوا بعضهم الاجانب حلوين يعني هلا نحن نفكر حالنا حلوين، نحن معفنين، نحن هن البيت شعر وهن الحلوين وهن نعم. يوم شافته البنت يعني شو بدها احلى من هيك؟ قال له ابوها بتنام على الرصيف بتنام معك، تستاجر لها بيت تستاجر معك، خذها وامشي فيها من هلا. والله استاجرت له غرفه وجبت له نعم طراحتين اسفنج وشرشه، هذا شو اسمه؟ حرام واحد، انه لما يكونوا عرسان جدد بيتغطوا اثنين بحرام واحد. مع تقادم العهد بصير كل واحد ينام غرفه. اذا الله وسع عليه بصير ينام هو ببيت وهي ببيت. نعم. فمو المشكلة، المشكلة بأنه بعد 6-7 أيام شفته. قلنا له شلون لقيت الزواج؟ قال لي عادي. شو لي عادي؟ يعني ما دخلت؟ قال لي لا والله تدخل المؤذي الإلهي. شلون ما دخلت؟
قال ما بدي قال اخذ فكره عني اني تزوجت مشان هذيك الشغله. لك مشان شو احنا تزوجنا؟ حلو بيقول لك الناس تزوج مشان يجيك ولد يوحد الله. مين لما تزوج فكر راح يجيب ولد يوحد الله؟ مين؟ اي نعم كل يوم نتزوج مشان الواحد اي نعم يعني الاحوال اللي فيها انه اي نعم تنطفئ. فهذا اي نعم سبحان الله تقول شو بدك اجدر؟ ما يكتر جمعة ثانية ما بتدخل أهلها بياخذوها. هل يجب أن يأخذوها لك؟ شو بلو أعطيناها لزلمة ما خرجي زمان؟ والله أجا بعد يومين تقول شو اللي دخل ضح عليش بدها اثنين يكون فيها. فالزوج العنين اللي ما بيستطيع أن يصل للنساء يعني هلا بيالحبوب هاي اللي طالعة حبي الزرعة والحبي الصفرة والحبي السودة يعني الناس عم تدبر حالها. فأما إذا إنسان عنين لدرجة إنه ما بيشتغل معه ولا حبي زرعة ولا حبي صفرة مصيبة. أو فسخ. الفسخ إذا إنسان سب الدين، سب الرب، سب المشايخ، سب طلاب الشريعة، أي كلمة مكفرة. عقد نكاحه فسخ مح، ما عاد في بينه وبين زوجته عقد زواج. فلذلك بده اول شيء الشهر يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وبده يجدد عقد الزواج تبعه. فهذا فسخ لا ينقص عدد الطلاق. هي اذا كان ايش هذا الفسخ. بس في ناحيه بدي اياها ما تنسوها ابدا، المخالعه عند الامام. لك لك بدنا نسبق شو ما بدنا ناكل يعني موزه وقينا وكشكشونه. مين خلاه ينطق؟ مو هي الشغله بالعقل، الشغله بالكفر اللي كفروا. اذا مات اي نعم ما مات عن الايمان. لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يصلى عليه. فالفسخ عند الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي، المخالعة طلقة بائنة بينونة صغرى. عند الإمام أحمد مسألتين، إذا نوى الطلاق تقع طلقة بائنة بينونة صغرى، وإن نوى الفسخ وقعت فسخ. والمخالعة هنا إذا هي ما بدها يعني غادي يطلقني أصحب. إذا زوجتها قالت لها بيوم أيام طلقني تروح مطلقها، دفع لها متقدم ومتأخر ونفقة وكل شيء. مش وقديش انا معي الزواج، معي الزواج كل شهر الزواج وحده. فبتقول لي طلعني بقول لها لا بنجري مخالعه. خالعتك على الا مهر لك، قال قبلت وما لا مهر. تحمل حالها مثل ماشي، نسبته عند محامي، هلا نسبته عند محامي، كل واحد يروح بحال سبيله. بتمسك هي عده ثلاث حياض عند ابي حنيفه، ثلاث اطهار عند الامام الشافعي. اما اذا نوى الفسخ ما نوى الطلاق عند الامام احمد، انفسخ عقد النكاح فسخ، ما نقصوا لا طلاق. بالمخالعه فسخ. فاليوم المحاميه ما عنده اطلاع على المساله. فبيتصلوا فينا بيجيبوني لعندهم هنا بقعد معه بنتباحث بهالمسائل هي، ما له خبرها هن. ما بدي سوى دراسه اليوم. قد ما بتدرس بروح. هلا هذا الكتاب انا حافظه عن غيره. يقول الامام محمد الحسن الشيباني يلي فهم كتبنا فهو أفهم أصحابنا، ومن حفظها فهو أحفظ أصحابنا. لازم المسائل ما تنساها، هذا دينك. فالمفروض أي مسألة تقرأها ترسخ، ما بدها تروح. فلو فسخ أو طلاق، طلاق بس قبل الدخول كتب كتابه عليها، نعم بعد فترة شافته إنه سعيد ماله منطق. وأنا بفسخ لا في في قبل الدخول يعني. اي قبل الدخول. قبل الدخول فسخ يعني. اذا ما في خلوه صحيحه كمان ما في عده. اذا ما في خلوه صحيحه هلا انت طالق، بعد خمس دقائق بيتقدم له واحد تتزوج. اما اذا في خلوه صحيحه ففي عليها العده. فامها كرنيبه فوتتهم على غرفه، قفلت عليهم الباب ومتاكده انه بنت اخت رجال يعني ما راح يسترجي يدي رسوها. ولا ما صار شيء انحسبت عليها. ولو ما صار شيء انحسبت عليها. أنا أيوة. عند المذاهب كلها ولا في لا أدري أحد خالف القول هذا، لكن هنا الناحية هي هنا إنه
يكونا معا في مكان آمنين من اطلاع الغير عليهما اسمها خلوة صحيحة. الخلوة الفاسدة الدنيا رمضان فاتوا قفلوا على حاله، خلوة فاسدة رمضان كل العالم صايمة. نعم مو معقول يفطر. نعم إن شاء الله. أما إذا صايمين نفل بإمكانه يفسد الصوم. ليش؟ لأنه في حديث إنه إذا إنسان صايم نفل وجاء ضيف وأفطر بحق الضيف فله ثواب صيام 2000 يوم، فإذا رجع قضى اليوم له ثواب صيام 1000 يوم، صاروا 3000 يوم. ليش؟ لأنه أدخل سرور على قلب إيش يعني ضيفه. طيب هون كمان أدخل السرور على خطيبته. هنا قفلوا عليهم الباب. ألا هنا عبر الصيام اليوم في شيء؟ في شرط شيء الوقت مثلا؟ لا، هو قبل وقت الضحوة الكبرى قبل الظهر بساعة، صار وقت الظهر بساعة هنا صار الإفطار في قراءة تحريمية. لك أفطر مع القراءة التحريمية وربوي. أو طلاق أو موت بعد خلوة قبل وطن. إذا مات الإنسان هذا في خلوة بس ما في مصفي، ما في دخول، هو ماشي وياه بالشارع عم يطلع فيها شايفها مو مصدق. إجا مكره نعم سرفيس نعم كفرسوس اللوان طرق وضرب جاب أجله للزلمة. نعم مات الزلمة. فهون هنا بالحالة هي هي بكر بكر. في بنت تزوجت مو عن يدي، زوجتها بعدين عن يدي، تمت مع زوجها شي سنتين ما في شيء، هو إلا سحر وإلا كذا وإلا حجاب وإلا وإلا بعدين إيه نعم ألا ما في شيء ما في شيء. ليش تعطر على قامتك لكانت الجواز؟ وما زالت بكارتها بزينة فهي بكر بكر حكما. يعني واحدة زنت بس ما رفعوا أمرها للقاضي، يعني بين بعضه للأهل، فهي بكر حكما. يعني الشاب والبنت في المرحلة من السن اللي بيكونوا بال14 سنة فما فوق، سبحان الله بتلاقي إيش عايشين حياة غريبة بالشكل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الشباب شعبة من الجنون، فممكن إن عند الإنسان يعني يخطأ يصير معه هيك شيء. فهي بتم بنت. عفوا شيخ، هذه زنت إنه زنت فيهم متزوجة يعني؟ لا بنت هو زوجة كبيرة بنت الصغيرة. أو تحد ما أقاموا عليها الحد، فإن تكرر منها تكرر الزنا هي شغلة عاملتها معناتها هي فيه بس مو بكر. أو لم يتكرر وحدت أقاموا عليها الحد بالساحة العامة جلدوها 100 كرباج. يعني الأحكام هاي اليوم ما تنفذ. مرة كنت بقسم الشرطة فلقيت هنا عم يطلع شيء 6-7 بنات كلياتهم بال15-16 جنزير واحد قابلينه. نقول للشرطة شو في خير إن شاء الله، شو في إحنا من أي شغلة هجنة؟ يعني بنت صبية بهي السن هذا لابسين بناطرين وقمصان وإشارة، يعني آداب رحيلة. نعم فهي ثيب كالموضوع بشبهة. ذكرنا مثال الموضوع بشبهة إنه إنسان أخطأ بغرفة النوم فدخل على بنت حمار ودخل عليها فوطئت بشبهة ففي عليها العدة وبيتفعلها مهر، أو بنكاح فاسد. نكاح الفاسد الذي لم تحضره الشهود، واحد هو بنت هو وياها لحاله، زوجيني نفسك على كتاب الله وسنة رسول الله أتزوجتك نفسي، الشهود ما في إلا الله خير الشاهدين، لكن الله خير الشاهدين. هذا كلام حق أريد به باطل. الله خير الشاهدين مظبوط، بس أي عقد بده شهود، فلازم يكون في شهود مش عم يصحيح. لا تسلم الزوجة الصغيرة للزوج حتى تطيق الوطن. إذا طفلة لساعتها أو معها أنيميا حادة سوء تغذية بده يزوجوها أهلها، نعم بين عليها أنه لسه ما خرجت تتزوج. لا يجبر الأب على تسليمها وله طلب ما استحق من مهرها من الزوج. هلأ لا خبر، إذا أنت كاتب كتاب متقدم والمتأخر غير مقبوض، شوف هلأ النسوان بكيفوا عليها.
الزلم ما راح يكفيك. شو رايكم ما نجيب احسن؟ بامكان الزوجه انه تمنعك من فراشها اذا ما بتدفع لها المتقدم. نعم. اذا ما بتعطيها المتقدم بامكانها تقول لها انا عم طايق على فرشتي، تقول لك ما في مجال. فاع المتقدم بجيبناه من جنبك. ايوه والله اذا بتعب لي عقلك، اما اذا ما بتعب لي عقلك والله بيلعبوا بعقل 60 زلمه. نعم الله يا شيخ، خايف يكون مرض قاعد من افضل دواعيه هنا. نعم. فان زعم الزوج انها تطلقه، الزوجه للقاضي سيدي بتتحمل الزواج، وانكر الاب فعلى الحاكم ان يامر من يثق بهن من النساء، بيبعث نساء قابلات قانونيه طبيبات بالكشف عليها، فان قلنا بصلاحيتها للرجال يامر اباها بتسليمها، والا فلا ولا عبره بالسن. عمره 16 سنه بس نحيفه عايفه حالها. اي نعم. هي بالنسبه لها ولو عمره 16 ما خرجت الزواج. الماده 57 يجوز للزوج والزوجه ان يتوليا عقد نكاحهما بانفسهما. الزوج والزوجه هدوا مع بعضهم بلا زوجيني نفسك على كتاب الله وسنة رسول الله إلى آخر ديباجه يدل قبلتنا. في حال القاضي اللي قرر أن الزوجة تسقط الزوجة ومرضي هو يسلمه بهالحالة هاي يفسخ العقد؟ لا تأخذ مهرة ما تأخذ مهرة؟ لا، القاضي بيجبره بتسليمه. إذا ما أربعة سلمه يعني؟ بيجبره على تسليمه إجباري بده يسلمه لأنك أنت سويت عقد. سيدي صارت وما سلم. إيه ما بيسلم. هون بين الحكم هذا بيدعك مفسوح عقدها؟ لا. صائغ مهرها؟ لا. لها مهر ناشزه؟ لا غير ناشزه، لانه مو نعم يعني بكيف ابوها يعني ما راحت عند الزوج، فلذلك نعم القاضي اذا قال له نعم انه بدك تزوجها بيزوجها. يعني في ناس ما بتشغل عن طريق القاضي والمحاكم وقسم الشرطه هيك تفهم. شيء بشيء يذكر، انا كنت نعم بقريه من القرى فقالوا لي انه في نعم في رجل بنته حرداني إلى 7 سنين، فقال شيخ تروح لنرجع له هالمرأة؟ قال له روح. رحنا والله وقعدنا عنده في بيته ولبس القضابة وزبط حاله مع هيك على الكرسي، وأنا شي نص ساعة وأنا قال الله وقال رسول الله. أنا قلت لحالي الزلمة لان ناله شو حبيبنا؟ قال لي ما في مجال. قلت ليش؟ 7 سنين بنتك هنا عم بدون زوجها وأولادها، سأل بيتوتد هيك. قال لي الشيخ عبد العزيز ابا زيد اجى لعندي وكسفته. يخرب بيتك سيدنا الشيخ عبد العزيز اجى لعندك ورجعته؟ قال لي ايه. قلت له والله انا لو عرفان ما فوت بيتك. لا لا، مثل الشيخ البزار اذا راح مثلا عند جماعه جاها ما رضوا انه يمشوا له جاته، ما بنروح بقى نحن لانه عالم بهالمستوى هذا نحن معه. اي والله. قلت له روح قوموا. قلت له قال لي شيخ. قلت له قد شفت ناس واطيين ما مر عليهم مثل حكايتك، خوف منك. قال لي شيخ انا شفت النبي عليه الصلاه والسلام بالرؤيا. قلت له اجاه شافوا شخص راح على جهنم. شو يعني شفت النبي بالرؤيا؟ ما دق عاشوا مع سيدنا النبي وعلى جهنم راح. يعني شو يعني انت قاضي غراض يعني؟ والله طوّت انا طلعت من عنده ولا يتصلوا اي نعم الجهات المسؤوله شيخ فتحي صافي كان نعم عنكم بالقرية خير شو عم يساوي؟ والله نعم في بنت حرداني وراح يرجعها ما رضي يرجعها، قال له خليه يتصل فيني. بأن المسؤولين ما بيتصلوا بحد. قال له خليه يتصل فيني، اتصل فيني. قال له بنتك حرداني لسبع سنين؟ قال له نعم سيدي، قال له بتنام عن الزوجة، قال له عمرها سيدي. رجعت لعند الزوجة. بعد كم سنة شفته على باب مديرية الأوقاف. ايه انا نازل هو طالع. لك انا نسيته. انا نسيته. هلا كثير ناس بيجوا بيسالوا علي بالشارع بيقولوا ذكرني. كفر سوسي لما هي نعم ركن الدين لما قاسيون لما اي قريه كنا فيها ذكرني او كنا بالحج سوا. فشفته اجى سلم علي مباوسي والله مستو زلمه كبير بالسن. قال لي شيخ بس ما لك حق يعني قدام العالم الا كني هنا انا شفت النبي عليه الصلاه والسلام بالرؤيا الرجال شافوا شخص وراح جنة. ايوه قلت له انت ابو فلان. قال لي نعم تقول له عرفانك ما سلمت عليه. اي والله
وانا ما جايب الكلمه هاي بقول شيء شيء اقول شخص يروح على الجنه، سمعتها من الشيخ حسان الهندي من شيخ 25 سنه حكاها عن الشيخ احمد قتابي ابو حامد، وتمت لزقت في بالي لما اجى وقتها زتيتها. ايه عم احكي له للشيخ حسان، قال لي والله انا لهلا ساعتي ما استعملتها. قلت له انا صار وقتها. ايه صار وقتها. واحد اللي شفت النبي بالرؤيا بدي عملك شلون عملك بدي اياه يكون. نعم الزوج والزوجه بيتولعوا بنكاحهما بنفسهما بس ما بيحطوا ايديهم بايدين بعضهم لانه ساعتهم ما زوجوا. هلا بتلاقي مثلا بالمسلسلات او الافلام المصريه او في مشايخ بياخذوها منهم بيتنقلوها منهم بيحط ايده بايد عمه بيحط له المحرم يعني ايديهم الشيء. انا بقول لحالي انا الحمد لله ولا ما والاثنين بيطقوا بيطلعوا سيروا صراصير. ليش المحرمه وليش الشاب؟ ليش عم غطي له ايديه يعني؟ هنا طيب هلا اذا امراه او رجل بده يعقدوا بيكمشوا ايدين بعضه ما بيجوز يتمسحوا. هنا شيخ ليش انه نخبر على واحد الصاحب شو المحرمه؟ كل شغله بيحبوا يشوشوها يعني يعملوا لها ايدين لكن لا اي نعم هلا اي نعم شو اسمه الحجامي حجامي بيقعد بيقول لك لا تاكل جبني لا تاكل لبني لكن لا اللي بينجرح بالمستشفى بيروح بيقولوا له شو لا تاكل جبني ولبني لا تاكل اي نعم وعليك بالكذا وعليك بالكذا اي نعم ما اعرف شلون الناس بحبوا كل شغله يعملوا لها ايدين وجنين تبارك وأن يوكلا به من شاء. الزوجة مثلا بتقول أنا وكلت شيخ الحارة فلان إيه نعم يكون وكيلي مثلا الشيخ محمود البزار يا سلام والله أحلى وكيل. مرة في عندي طالب بدي أقد له عقد لبنته هذي بتجي تقول له بيجي رحت قام لي الشيخ عبد القادر أرض أغوطة جايبينه أهل العريس ما هو المفروض أهل العروس يجيبوا الشيخ جايبينه أهل العريس فيوم شفته سلمت عليه بحرارة عرف إنه جايبيني مشان أكتب كتاب فقال لي شيخ يعني ممكن انت تعقد؟ قلت له انا بدي اعقد انت موجود لك لو بنتي بدي زوجها ما بعقد لها اذا انت موجود بدي اياك انت تعقد لها. فليس منا من لم يعرف الكبير حقه لك يوكلا به من شاء. بتقول مثلا وكيلي فلان إيه؟ اذا كانا حرين اما هو عبد وهي نعم اما لا دون ما بيوكل احد عاقلين اثنين مجانين يا حبيبي يعني شو المجانين ما بيتزوجوا يعني؟ بيتزوجوا. بالغين اذا كانوا اطفال صغار ما بيوكلوا. وللولي ابا كان او غيره ان يوكل بنكاح من له ولايه. شوف هلا عندنا ناحيه. بالمعاملات ما بامكانك توكل حدا، انت وكيل ما بامكانك توكل حدا. لا تنساها هي نهائيا. بالمعاملات، بالزواج، باي شغله ما بيحلك توكل حدا، انت وكيل ما بتوكل حدا. بس اما بالعبادات بتوكل. مثلا انا كنت وكيل عن الشيخ حسان الهندي بجامع الحاجيه. فانا اذا اجى مثلا انسان شيخ محترم هيك مقدر عالم انا بقدمه ما في مشكله. مره انا عم صلى وراي الشيخ اسامه الخالي ما اجى على بالي اقدمه. هيك ما يعني بدات بالصلاه ولا تذكرت باني يعني تاري انا اغتسلت من الجنابه وجيت على الجامع بس ما تمضمضت ولا استنشقت. فأتى عند الإمام الشافعي سنة مضمضة والاستنشاق. قلت بس عند أبو حنيفة في عنده مسألة مين اللي أين برمضان صلى الظهر ما صحت صلاته، صلى العصر ما صحت صلاته، صلى المغرب أي نعم صحت صلاته. منو هذا؟ هذا واحد اغتسل من الجنابة ما مضمض ولا استنشاق، صلى ما صحت صلاته. عند المغرب شرب، الشرب يقوم مقام المضمضة. فصحت صلاته. تذكرت المسألة نزلت إلي نالوا هنا عم أقفوا يا شباب والله صلاتي فيها مشكلة. نالوا الشيخ أسامة الخاني الله يمد بعمره ويحفظه قالوا سيدنا قرب صلي فينا. طبعا ما بيسأل يعني خير ليش شبك شو صاير معك؟ لا شو بدي له يعني كنت جنوب يعني تمام ما بتسمو والله رحت بس مضت واستنشقت بس مضمضة واستنشاق ورجعت واختديت فيه. ففي العبادات بتوكل في معاملات والزواج انت وكيل ما بتوكل. مو انا وكلتك، مو انا بوكل اللي بدي اياه، خلاص انا وكيلك في البيع والشراء ما بيمشي الحال. ناحية ثانيه الشيء بالشيء يذكر. انت قلت لي اشتري لي ماكينه خياطه.
راح بشتري لك ماكينه خياطه. هلا انا بامكاني اشتريها لنفسي، ماكينه الخياطه بشتريها انا وببيعك اياها وبربح فيها، ما في مشكله. المشكله اذا بتقولي جيب لي ماكينه خياطه وهي 50,000 دفعه، صرت وكيلك انا، ما عاد احسن انه هي نعم بيع وارباح، انا وكيلك انا. فلذلك قد ما اشتريتها بدي اقول لك، فاذا كنت فقير بقول لك اشتري لي ماكينه خياطه، هي مصاري انا خلص صدق انت، انا سداد شو رح تهرب انت؟ روح بدنا نعمل لك مريره من ضهرك. صرت وكيله ما لي حق لك ايش يعني انا ابيع ناحيه. مره انا والشيخ حسان الهندي وكنا كتري ومشايخ من هون من كفر سوسي، فتنا عند الشيخ يعني كان جامع الدرويشيه، كان في شيخ شافعي كبير، لا شيخ عبد الهادي الدروبي، عبد الوكيل الدروبي. رحنا لعنده والله انا والشيخ حسان ومشايخ كفر سوسي، رحنا لعنده والله قلنا له سيدنا في مساله خايفين فيها، ضعنا فيها كذا، صرحنا عليه المساله، منيح ما قتلنا نحن الكل بالجامعه، وطلع برا الدنيا. قلنا له نور موسيقي يلا خلصت العمل، حولنا حالنا وطلعنا. رحنا شفنا سيدنا الشيخ عبد الرزاق الحلمي، يلا قوم له انت وياه. الموضوع انه عقدين بعقد واحد ما بيصير، الموضوع اللي عقدين بعقد واحد ما بيصير. يعني نحن اشترينا مع بعضنا البعض، اشترينا ماكينات خياطه واشترينا خيطان، واحد من شركاتنا راح اشترى آلة طابعة صار رح يطبع لنا عنده، ما بيصح هيك. نحن تعاقدنا شركة، أما يعمل لحاله عقد هو عقدين بعقد واحد، فات علينا فوتة نعم ما بيحق لنا. فبأثناء نعم ما حدا رضي يفتي لنا نعم، واللي سلمناه نعم كان حافظ كتاب الله، وسلمناه المصاري وسلمناه كل شيء واختفى بلا عقد. نحن مأمنين يعني انه زلمه معتكف. انا والشيخ حسان الهندي بالعشر الاخير من رمضان بالجامع، اجى زلمه قعد جنبي قال لي شيخ بدك فلان؟ يا لطيف قلت له وينه؟ قال لي امشي لادلك عليه. فزيت قال لي شيخ حسان وين رايح؟ قلت له شغله. رحت والله دقيت عليه الباب، فتح لي الباب، لك وينك؟ قلت له نفشته لجوا اخذت مقص، قلت له اول شيء بدي اللحيه اللي املك اياها، هي اول شيء مشان ما تغش الناس فيها. يقال بانه في عصفور بزمانه نزل على نبع مي، شاف في اولاد ما رضي ينزل، تم بعيد. بعد شويه اجى شيخ عم يشرب، قام نزل يشرب، الشيخ اخذ حجره وضربه فيها العصفور كسر وجهه. فراح العصفور اشتكى لاحد الانبياء اللي في عصره. فقال له انا ما غشني الا انه له لحيه، ما ظنيته رح يضربني. قال له شو اختصر لك منه؟ لا اختص منه شيء، بس انه لحيته. بس عشان ما يغش فيها. قال لي مصاريك اللي صار، قلت له هلا. قال لي مصاريك اللي صار، قلت له هلا بدي اياهم. ولا اول شيء بتاخذه ضدك تصب على لحية. والله اعطاني اياهم وكان مناح، بعد سياره مشان نزلت شريكه، اخذت المصاري رجعت على الجامع. قال لي شيخ حسان وين كنت؟ قلت له والله كنت مشوار. قال لي قلت له لقيت فلان. فلان هيك شو عملت؟ له رجعت مصاري. قال لي لك انا ما بامكاني ارجع مصاري، بيروحوا علي، انت بترجع مصاري؟ قلت له هي مصاري. رحت دقيت على الزلمه، قال خير ان شاء الله تقول لي مصاري. ليش مصاري ما عطيتني؟ قلت له لا اخذهم شيخ حسان. من هون لهون من هون لهون، قلت له راح جبت مص. قال لي خلاص فهمت. ما لي اسبوع، ما له اسبوع مو اكثر، قال لي اسبوع، بعد اسبوع جاك العدو قال لي هي مصاري. دري الشيخ عبد الحكيم حاج عثمان شريكنا. قال لي من حالك انا اخذت مصاري؟ قلت له والله. قال لي لك انا ما فيني اخذ، بس الشيخ عبد الحكيم كمان ضريب. قال لي انا كان ما فيني اخذ لك مصاري، رحت على الزلمه. قال لي خير ان شاء الله، ما في داعي يجيب لي مقص لحالك. قال لي ما عاد معي؟ قلت له والله ما عاد معي، بس من هون لهون من هون لهون اللي بتغيبني شي شهرين ثلاثه. غبنا والله. اعطينا المصاري، رد في رفيقه للشيخ عبد الحكيم كمان، قال لي فقير عايف حاله وكذا هيك. اعطينا المصاري، انا رجعوا لي اياهم بال 10,000 بال 20,000 وراحوا مصروف بيت. بس شو اللي اذاني وقتها؟ يعني يوم بتشوف واحد، لك انا يوم كنت شوف الناس بيجوا على الجامع بيصلوا كان نفسي قبل احزيتهم. يوم الله سبحانه وتعالى اول ما اكرمني بالتوبه، اللي فوتوا على الجامع بدي بوس الاحذيه تبعه. بعد سنين من الصلاه والعباده والقعده بالجوامع، اي نعم، اكثر شيء بخاف منه اللي بيصلوا بالجامع.
فالمفروض نحن نكون احلى احلى اي نعم شيء في الدنيا اي نعم يكون ما في منا نحن نكون نحن القدوه الحسنه. في رجل مرته بتقول له امام جامع قلت له اذا تروح الجنه سكر الباب وراك ما بدي اروح الجنه معك. طيب ليش هيك يعني ليش اهالينا يكرهونا؟ ليش اولادنا يكرهونا؟ ما في داعي يعني هلا كل اولاد الحاره شو بيقولوا لاولادي ولاحفادي؟ نيالك على الشيخ يا ريت الشيخ ابي او الصغار يا ريت الشيخ جدي وتلاقي صغير ما بقول له لا ما بهينه ما بزعجه. ابني انا كنت بعته مره خطب محلي بقريه من القرى فانا رحت على البلد اللي هو خطب فيها فت لجوا كان لسه مو جايين من التربية من القرى بيروحوا على التربية هالأول عيد الأموات يعني بيروحوا بعيدوا على الأموات هيك ترتيبهم. فقعدت والله بجيت ابني وجيت المختار وجيت الناس المصلين فسلموا علي جيت لأقعد أن فات ابني وقفت رد على حين قلت له الأبني أهلين بسيدنا. قالوا لي ما عرفنا فضيلة الشيخ. قالوا الأبي قالوا لي ابنك كان شيخ ابني ليش في أغلب منه بالدنيا كلها لا رفيقي ولا أخي ولا حدا بيوازي ابني. قبل ما يكون عندي اولاد كنت فكر انه ما في اغلى من الولد ما في. كنت اقول للناس انه اخي اغلى شيء بالدنيا. اذا بيصير عليه شيء بيطير عليه. مره عم يلعبوا كرة قدم قام كان رح يخسر. كنت في الجاهليه وقتها. فاخذت مسدس كنت رح اوصل اللي راجع بالطابق. قام وقف قال له ما عدنا نروح. قلت له الله يطعمك تفوت تقول على ابني على اخي. قال لي اخي مشان الله روح. شوف بقى تقول على قلبي مشان الله طبعا عندي اخي اغلى منه ما في. فعم اقول مره لاحد كبارية الحي قلنا له يعني اخي قال لي بكره اذا اجاك اولاد تنسى اخوك. معقول؟ وفعلا لما ابني تهجر واخي تهجر عندي بيت فاضي اعطيته لابني ما اعطيته لاخي. قال لي اخي قال لي انا صحيح بدون بيت قلت له والله اخي انت على عيني وراسي ابن امي وابي بس ابني ما في أغلى. عطيته البيت عاد فيه مدري كم سنة بعدين طلع كاسر عليه فوتير كهرباء وفودية وما يجوز وما كان يدفع لي أجار وطابق بناية بقلب السوق التجاري إيه نعم ومفروش أحلى فرش كنت فارشه إيه نعم غرفة النوم والمكيف والشغلات وكذا يعني كله خربوا. إذا ومن له ولاية عليه من الصغار ومن الحق بهما. مادة 58 يصح التوكيل بالنكاح شفاها. قلت له وكلتك او بتوكلي ابوك يعقد ليك بتقول ايه او بالكتابه تكتب رساله انه انا وكلت ابي. ولا يشترط الاشهاد عليه بصحته اي ايش الوكاله بل بخشيه الجحود والنزاع. مره كنت في قريه من القرى فبدهم يكتبوا كتاب بنت أنا شيخهم أنا شيخهم ما حدا بيستجي يتخطاني يعني أنا عنا بالحي في كثير مشايخ وما زي شو بلبس سيدنا تفضل شيخنا يقول لي لا أنت شيخ المشايخ أنت هذاك اليوم حرمي قال لي شيخ سؤال بسأل الشيخ اللي معنا الله يرضى عليك يسأل الشيخ قال لا 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 هذا الشيخ هو أنا اسألي له فبده يكون عندك تواضع بس أما في أشياء ما بإمكانك تتواضع فيها يعني تغير مسائل الشرع مشانه يعني لا فبدي يفوت اخذ وكاله البنت عاملين مكان للنساء ومكان للرجال. اذا بدي يفوت لقلب مكان النساء كلهم غندر ومحمر ومبودر اي نعم والنسوان بيحبوا يمزحوا مع الشيخ يعني جربتها مره ويت اللي يسعد اللحيم احلاق ويت هيك يعني مزح ما فيها شيء يعني بس بكيفوا يعني مشان يقولوا عنها انه بتمزح مع الشيخ يعني مزح. لك يا حجه ما بيجوز الكلام هذا هي لك الله يسعدك شو جويد خلص يعني مخ واقف فقلت ما بدي فوت انا. فقلت له لشيخ كان يدرس عليها كان استاذها في زمانه خطيب جمعه. قلت له شيخ انت فوت خود وكالتها وتعال. قاعد شيخ من المدينه مو من مدينتنا من الشام من مدينه محافظه. قال لي لازم يروحوا اثنين معه مشان ياخذوا يشهدوا على الوكاله. قلت له لا. لا اشترط اشهاد على الوكاله لصحة فيها بل لخشيه النزاع، هي مساله هون. قال لي لا. لك شو لا؟ قلت له لك بفوت وما في داعي نشهد عليها. قال لي لا لازم اشهد. حسبي الله ونعم الوكيل عنزه ولا مطاري. قلت له لو سيدنا الشيخ عبد العزيز قاعي ليأيدني بكلامي، لو الشيخ عبد العزيز عالم نحن ما لنا قد الشيخ عبد العزيز، نحن صحيح قاريين كم كتاب هي هو قاري مجلدات.
نط واحد شو قال لي؟ قال لي شيخ هذا من المحافظة. قلت له احنا من الشام. بس لقيتها ما حلوة الكلمة. نحن نستعز ببلادنا يعني؟ أنا من العاصمة ومن محافظة عادية يعني هيك هيك صارت يعني بالأخير؟ قلنا له عمو الله يرضى عليك ما في داعي يعني بدنا بالناقص واحد يفوت عند النسوة. يعني هلا اللي فايت إلا ما عيب وترف. ما لنا مصلحة. ما في داعي لفوت. ما بعت حدا معه، ما بعتت. فات الشيخ لحاله أخذ وكالته وطلع. فالوكالة بالصح شفاء وبالكتابة. ولا يشترط الإشهاد عليها لصحتها بل لخشية الجحود والنزاع. لا يجوز للوكيل بالنكاح أن يوكل غيره. والله قالوا لي وكلناك لك. أنا عندي شغل. من كم يوم قالوا لي شيخ يوم الأربعاء كان عندي درس بجامعة التقوى فاتصلوا فيني قال شيخ بدك تجي في كتب كتاب. قلت له والله عندي درس ما في مجال. لليوم إحنا اختلفنا على الدرس كمان يعني في ناس عم يستنوني بعد الدرس. قلت له أنا الدرس عندي ما في لعبة يعني أنا مريض والمشكلة بإني ما فيني آخذ دواء. ممنوع من الدواء. يعني يتحمل المرض شو ما كان ما بأخذ دواء. ارتفاع حرارة وحالتي حالي. إيه قالوا لي لا تروح على الدرس. قلت شو ما أروح على الدرس؟ ما ردي. فهذا يوم الأربعاء قالوا لي شيخ يعني فيك المكتب ترى ما فيه. قالوا لي فيه غدا يعني. هيك يعني الأمر مختلف. وفي غدا يعني. شو قاعد ببيتي بلا أكل هنا؟ كيف عفوا على الوكالة؟ صح شفاء هذا مش كمان؟ بالكتاب. هلا عندنا ناحية والله أنا ألفت هالكتاب هذا وتميت سنين ومسألة غابت عني شيخ شافعي هو اللي نبهني عليها. إذا إنسان بيطلق زوجته بالكتابة كان على واتساب أو برسالة ما بيقع طلاقه لابد من المشافهة. أو على التليفون شيخي كمان ما على التليفون إذا متأكدين هذا صوته. إذا متأكدين صوته الموجودين صوته. بس أما بالكتابة ما بيقع الطلاق. فمرة كنت قاعد في بلد من البلاد سأولي عزيمة لنعمل ليحي وعليه تلاقيها ذبيحة وعليه كذا. محل ما خلصنا أكل قال شيخ يعني والله رجل بعت لزوجته رسالة إنه فيه طالب ونحن خبينا الورقة مشان ما تشوفها. أنا حنفي المذهب وما مر معي قول الإمام الشافعي. يا ريت مر معي. قد ما بتتعلم بده يتم ناقصك. أبدا. قلت له وقع الطلاق. يا شيخنا ما له وقع الطلاق. يعني شو يعني ولا وكلنا عندك شو زنك وقع الطلاق. فلو أني مطلع على قول الإمام الشافعي بهالمسألة وهنيك القرى ما في علم ليش كانوا يشوفوني شيخ أنه ما في علماء لذلك كانوا يكيفوا علي. عليكم السلام. إذا كان عن طريق الشرطة مثلا بعد تبليغ هذا قطع كتابي هذا يعتبر؟ إيه إذا تبليغ كتابي ما بقى لا إذا كتابي بده يتلفظ فيه عند الإمام الشافعي يتلفظ فيه. لو قد ما صروا مرة كنت عند مختار ضيعة من الضياء تاري أخذ معه واحدة على الحج كاتب كتابه عليها مشان يصح الحج تبعها ورجعوا لسه ما طلقوا. عم نحكي في موضوع إنه الناس تروح على الحج وتكتب لي والله أنا كاتب كتابي على واحدة لا ما طلقتها. لا شلون يعني هيك شو التخبيص هذا؟ فمشان قال إنه يصح حجها يعني إنه متزوجة أخذها معه. أنا مرة في امرأة موظفة وظيفة كبيرة بأي يعني الجمال مو بإيدنا مو نحن هذا طلع حلو هذا ما طلع حلو ترتيب الله سبحانه وتعالى أي ما فيها شيء من الجمال أبدا نو. فقالت لي شيخ بدي أروح على الحج وما في محل. قلت له أنا بكتب كتابي عليك أنا فكرت رح تضحك إنه مو معقول توافق مين رح يوافق يكتبوا له كتابه إيه نعم مشان إنه راح الحج لا أنا وافق رح يوافق. قلت له أنا بكتب كتابي عليك ما بدي ما بدي زواج على الورق أنا. أيوه ما عاد عيدة ما عاد عيدة ترى في ناس هنا عم تستنى هالكلمة استني هاتي ما بدي زواج على الورق لا والله ما رسمت هنا ده نكتب كتابنا ومن أحلى ما يكون هنا ما في جبران خاطر زيادة شيخ خليل شوف الطلاق ايه ما تكون مواجهة يعني ما تكون موجود ايه الزوجة ايه بصح بصح بدون ما تكون موجود بصح يعني لذلك مثل ما سأل الأخ إنه
عن طريق الشرطة هو ما تلفظ كاتب كتابه بينه وبين نفسه أنه طلع إيه بس عند الإمام الشافعي لابد من اللفظ فبإمكانه إذا ندم أنه يرجع على القاضي بأنه أنا ما تلفظت هلأ محاكمنا هون تأخذ بقول أبو حنيفة بمحاكمنا بقع طلاقة تطلع أما عند الإمام الشافعي ما تطلع وإمتى مثل عند الإمام الشافعي لما يكون طلاق برا يعني كتاب براني أو كتاب محكمي وطلقت ومرجعها لسه ما وصلت على المحكمة بمسألة الطلاق فنفتي لا هنا بقول الإمام الشافعي قبل ما إنه يصير مسلم مرة كنت نازل أنا هنا عم وقفنا بالليل على استراد إجا مكرو والله إيه في بنات قاعدين بنص المكرو مكرو خاص يعني طالع أنا معي اثنين طلاب أجانب فقعدنا البنات هنا عم ما فيني يطلعوا الطلاب الأجانب إيه أنا ما حد استعبرني يعني هذا شيء ما فيني يطلعوا فيهم ويغازلون قلت له لا صح المكرو خلينا نقعد ورا نحن لأنه طلاب الشريعة ما راح يطلعوا فيهم قعدنا ورا والله البنات راح يطلعوا ما شو تقول له مرته قول له للشيخ ما بدي قول له للشيخ ما بدي قول له قول له استفتي كذا قال لي شيخ قلت له نعم قال لي انا بنتي كتب كتاب عليها واحد كتاب براني ولا في هدية ولا في شيء ابدا ابدا ولا عم يتصل فيها وهلا اجاها ابن حلال شاري بدنا نكتب لها كتاب محكمي بصح؟ لا ما بصح ويخطف على اليمين ويضرب في رامي وظيف وين حين نزلنا نص الاسترادات احدا بيركبنا بدنا نطول بالك يا زلمه الله يرضى عليك والله انا حطيت الشرع والله انا حطيت لك اربع لعلك انا حبيبك يعني خلاص والله مو انا قلت قال لي طلع ما رضي طلع وهذا جايب كتاب محكمه شو كتاب يعني شداك الكتاب المعترف عليه يا اما ناس تزوجت وجابت اولاد على كتاب براني اي والله قلنا له وين القصه؟ دلني على قريه بيحبوني محبه ما بعد محبه بيقولوا لي شيخ بعيونك انت بس قول وين راحوا لكائينا صرنا ايش عسكرك قلت له عند هدول قال لي قلت له عندي رحت والله بعثت له خبر تاري انا عندي تاري بس مش بالشكل هنا عندي شيخ وقت يدق القلب القناه تاري ما حدا بيعرف حدا حاكينا قال لي والله ما ما بقول عليه شو ما بقول عليه انا بعرف الكبار بيقولوا على الشباب اللي ما بقول عليه طيب متنازلينك عن كل شيء جماعه بس طلع يعني ليش هيك عم تهربها ما عاد بدها البلد متنازع عن متقدمها متاخرها وكل شيء ما بقول عليه الله 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 غيره بس سبحان الله بتلاقي ايش يعني كثير ناس بتلاقي عندي هلا بالقرى اول ما فتح القرى كان لما يموت ميت شوف انت الكلمه اللي ما لها طعمه بيموت ميت ما هو ميت غيره شلون مات الميت؟ شو بيعرفني؟ لما يموت ميت عنده إيه فبيجوا سبحان الله يوقف ابنه قدام النعش اخواننا اللي له مصاري على الابي عنده فالله نقول بسم الله ما شاء الله الله يرضى عليه تاري مثل ابوه نصاب ولا قال عندي ما بيوفي قال انا قدام الناس عم اقول لهم يعني الولد ما شاء الله قالوا لي انا ولد قالوا قدام النعش قالوا لي حرامي قالوا لي ما بيفهم بس هيك قدام العالم يعني انه يلو شيء عند كان عند نقف هون ترجع على المادة 59 اذا عشنا الدرس القادم ان شاء الله وفي هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين وفي مع الشيخ فتحي صافي الله يرضى عليكم الله يرضى عليكم الله يرضى عليكم الله يرضى عليكم